ناقشنا احنا معانا زميلنا محمد سعد مرة أخرى من مدينة شرم الشيخ، ومعاه محمود بدر عضو مجلس النواب. اتفضل اتفضل يا محمد. اهلا بيك يا مها مرة اخرى. يعني بالفعل مع الان عضو مجلس النواب محمود بدر، صباح الخير في البداية، وقول لي هل تأخرت هذه الخطوة؟ مؤتمر للشباب يكون قناة اتصال ما بين الشباب والحكومة. انا كنت اعتقد ان مصر كلها كانت عارفة بداية من اعلن رئيس الجمهورية ان هذا العام سيكون عام للشباب، وقالوا فعلا انه سيختتم بمؤتمر. انا بالنسبة لي في مجموعة امور لافتة النهاردة، يمكن ابرزها ان الرئاسة حرصت على ان تدعو الشباب على ان يكون من المؤيدين والمعارضين على حد سواء. يعني هتلاقي نماذج من المدعوين هنا هم ليسوا على خط الدوله او ليسوا من المؤيدين بشكل او باخر للنظام، وبالتالي هم موجودين. ده كان شيء ملفت بالنسبه لي ان الدوله هتسمع كل اراء اولادها حتى بمن فيهم يختلف مع بعض المسارات اللي موجوده دلوقتي، فده بالنسبه لي كان شيء لافت جدا وموجود. رقم اثنين، انا شايف انه المشروع الرئاسي اللي هو البي ال بي نتمنى انه يكون نجح في خلال الفترة اللي فاتت دي انه يحقق اهدافه، اهدافه المفترض. طيب هنعاود التواصل معاك مرة أخرى محمد.